طيب تابعنا إذن هذا الفيديو مشاهدينا الكرام. دكتور محمد، الانتصارات الميدانية هل هي مقتصرة على محور كييف؟ ماذا عن كلام الروس بأنهم سيركزون ويركزون في الساعات الأخيرة هجومهم في الشرق وفي الجنوب؟ ماذا عن ماريوبول مثلا؟ طبعا فعلا واتفق مع الضيف، وأريد أن أشير نقطة مهمة جدا، أن فعلا حتى القومية المتحدثة باللغة الروسية هي فعلا روسية اللغة وأوكرانية القلب والهوى، وأكبر ذلك المقاومة الشرسة لماريوبل ولخاركوف ضد العدو الروسي، هذه المدن تتحدث فقط اللغة الروسية، هذا للعلم، ولم يخرجوا لاستقبال الجيش الروسي كما ادعى بوتين بأنهم ستقوم بالورود. بالطبع الوضع هناك اليوم، أعتقد بوتين لديه خطة تالية، بعد أن أيقن بأن خطته فشلت في إخضاع أوكرانيا والمركز والعاصمة كييف والمنطقة الشمالية الغربية، أعتقد بأنه سيحاول تجميع قواه نحو المنطقة الجنوبية الشرقية ليركز على ماريوبل، لأنها بحالة صعبة جدا، لأنها القوات صامدة حتى اللحظة وهي محاصرة رغم القصف الهائل لها، وعلى خاركوف وعلى زاباروجا. خرسون احتلت مؤقتا من الجيش الروسي، وفاجأ الجيش الروسي بأنه أراد تنظيم ما يسمى استفتاء أو مسرحية، بأن المواطنين الأوكران خرجوا بالأعلام الأوكرانية تحت الرشات الروسية ولم يهابوا ذلك، هو ده معضلة. سيحاول بهذا القوات الهائل الآن التمركز في منطقة معينة بالخطة التالية، ليصنع نموذجا لكوريا مثل كوريا الشمالية والجنوبية أو ألمانيا الشرقية والغربية. الاتحاد السوفيتي عندما كان يفشل في فرض رؤية على دولة معينة يسعى إلى تقسيمها، وهذا حصل في الألمانيتين وفي الفيتناميتين وفي الكوريتين. سيحصل على الاستفادة من وقت المفاوضات والتكثيف على المناطق العسكرية الجنوبية الشرقية، ليحتل سواحل أزوف، ليؤمن لنفسه ممرا بريا نحو القرم الأوكراني المحتل، وبعد ذلك يحاول تثبيت نفسه في مقطعه من أراضي لوغانسك ودانيسك وزاباروجا وماريوبل وخرسون، ليعمل دولة أو دويلة دمية جديدة ليسميها مثلا أوكرانيا الجنوبية. والانسحاب الذي شاهدناه قبل قليل من إيزيوم، طبعا بالطبع أعتقد سيسحب كل قواته في النهاية من كييف وتشيرنيغف، لأنه هنا ويحاول ترجمة الخسارة في الوسط الأوكراني نجاح في المنطقة الجنوبية الشرقية. أعتقد هذه الآن رؤية بوتين، لأنه يريد أن يقدم نفسه بأنه حصل على شيء وأنه حقق انتصارا. لا يجب أن نفهم جدا، أهم جدا، اليوم هو لديه أزمة في بوتين، في ليس أمام مواطنيه لأنه جرهم إلى حرب خطيرة، لديه أزمة أمام الرجال الأقوياء وأهمهم الجنرال جيراسيموف وشيرغي شايغو الذي يشير بأن هنالك أزمة، وهذول الرجلين لديهم قوة هامة في الكريملين. إن ضعف بوتين أمامهم قد يمهد لانقلاب معين أو شيء، لذلك أعتقد يتخذ استراتيجية، ولكن هذه الخطة الخطة مفضوحة ومسبقا هي ستولد ميتة، لأن العالم لن يعترف بهذه الكيانات، والمفاوضات في النهاية تصل لمرحلة العودة إلى حدود 24 فبراير، ثم التفاوض على آلية معينة في خصوص القرم والدنباس، فهو أعتقد سيكون هذه الاستراتيجية له في المرحلة القادمة.